السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما حلينا مجموعة كبيرة من الأسئلة دي، ده كان ملخص لهذه الأفكار علشان تساعدنا دائما إن احنا نثبت المعلومات تثبيتا صحيحا. أول حاجة أو أول فكرة عايزين نتكلم فيها عند الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام الأجايل، ابعد تماما تماما عن الحلول بتاعة الحل الجذري أو الانتقال الجذري. لابد أولا أن يكون الانتقال تدريجيا، ثم الانتقال يكون بنشر الثقافة. الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام أجايل يستلزم إدارة التغيير، وإدارة التغيير دائما بتكون ستيب باي ستيب، وبتكون بطريقة تدريجية، ومنها نشر الأفكار أو نشر الثقافة. يبقى ممكن تجيب أجايل كوتش وتبدأ تقول له والله تعالى قود للتغيير في المؤسسة. يبقى الأسئلة كلها اللي بتتكلم في النقطة دي، إما هيكون في أجايل كوتش هيبدأ يعمل عملية التريننج للناس عندك، يا اما هتعمل سيشنز تعرف الناس يعني ايه اجايل، يا اما هتستخدم طريقه هايبرد كمرحله تدريجيه. كل دي اجابات للسؤال عند الانتقال من نظام تقليدي لنظام اجايل. تعال نتكلم على فكره الباك لوج ريفاينمنت او تنقية سجل الاعمال المتراكمه او المتبقيه اللي هو الباك لوج ريفاينمنت. هل يا جماعه ده ممكن يحصل خلال اي وقت من السبرنت؟ انت لو انتظرت لغايه ما السبرنت يخلص ثم بدات ترتب، ده بيستنزف وقت كتير من عندك. ربما اول ما حصل ان حد او احد الستيك هولدرز او اللي موجودين معاك في المشروع طلب منك طلب معين، والطلب ده كان ايرجنت او يوزر ستوريز دخلت عندك، ابدا بسرعه راجع وخلي جزء من الفريق يعمل باك لوج ريفاينمنت، علشان لما توصل انك عايز تعمل سبرنت جديد تلاقي مجموعه جاهزه مرتبه بالنسبه لك، ومبقاش فيه وقت تضيعه. يبقى يمكن يحدث، طبعا يحدث كل سبرنت عشان نقدر نبدا في اي سبرنت جديد. طبعا لو عايزين ندي قيمه سريعه او بزنس فاليو قويه، فان ترتيب القصص لازم ترتب اليوزر ستوريز اللي موجوده عندك، خير وسيله لفكره ان انا اجيب قيمه اللي هي بيسموها الار او اي، الريتيرن اون انفستمنت. انا عايز يا جماعه اجيب نتائج قيمة، وفكرة الأجايل هي قائمة على فكرة القيمة أصلا. قيمة سريعة، يبقى طبعا أنت بترتب قصة يعني تعمل برايورتايز لليوزر ستوريز اللي موجودة علشان دائما تختار دائما اللي في الأعلى أو الأهم هو اللي يقدر يجيب لك قيمة للعميل أو قيمة للسوفت وير اللي أنت شغال عليه بسرعة، عشان كده هو الأعلى في ترتيب القصص، مهم جدا في الموضوع. طب لما نيجي نخطط للسبرنت، عايزين نفرق بينها وما بين البرودكت باك لوج ريفاينمنت، في يعني تشابه كده بسيط بينها. في تخطيط السبرنت او السبرنت بلاننج، انا بختار خلاص يا جماعه، بختار اليوزر ستوريز اللي هشتغل عليها في السبرنت الجاي، وبحط حاجه اسمها السبرنت باك لوج غير البرودكت باك لوج اللي فيه يوزر ستوريز كتيره، لان انا هختار بس اللي انا هشتغل عليه اللي هو اليوزر ستوريز اللي انا هشتغل عليها واحطها جوه السبرنت باك لوج. ده بيتم فين؟ في التخطيط او السبرنت بلاننج. اما التنقيه بعد، هي فكره تحديد الاولويات وترتيبها على حسب اهميتها في البرودكت باك لوج اللي هو السجل العام للمنتج اللي موجود معانا. برودكت اونر هو حلقه الوصل، برضو فكره مهمه قوي، لان هو اللي بيعمل اولا، هو اللي بيرتب قصص المستخدمين، او المسؤول الاول عن ترتيب اليوزر ستوريز هو مين؟ البرودكت اونر. طبقا لايه؟ طبقا للقيمه، طبقا للبيزنس فاليو. البرودكت اونر برضو نقطه مهمه لازم تدرك انه حلقه الوصل بين المعنيين في المشروع، وهو اللي بيملك رؤيه كيفيه تنفيذ المنتج. يعني يا جماعه لما يحصل اي لخبطه، اي ستيك هولدر يجي يقول لك انا عايز يوزر ستوري جديده او عايز فانكشن جديده، لازم اللي يعيد ترتيب هو اللي عنده الرؤيه، هو البرودكت اونر. فاي فكر بعيد عن البرودكت اونر ما ينفعش. فمثلا لو ستيك هولدر طلب معين او عنده مشكله بخصوص منتجات او بخصوص اوتبوت خارج من السبرنت وعنده مشاكل فيها، لازم يجتمع مع مين؟ مع البرودكت اونر اولا. ليه؟ لان هو الشخص اللي بيبدا يحول متطلبات العميل او متطلبات الستيك هولدر ويبدا يعرف التيم بيها، فهو حلقه الوصل لهذا الامر. طيب السكرام ماستر بقى،
يا ترى هل لازم يحضر الاجتماع اليومي؟ هو مطلوب منه، طبعا هو بيحضر الاجتماع اليومي، ده الطبيعي بتاعه هو والبرودكت اونر، ومفيش اي مشكله في الموضوع. لكن السؤال، لازم يحضر؟ هو لازم يتاكد من اقامه الاجتماع اليومي، فلو عنده شيء تاني او اجتماع تاني ضروري خلاص، الفرق اللي هي سيلف اورجانيزنج تيم او فرق ذاتيه التنظيم نظموا الاجتماع وانا بتاكد ان هو تاني. ينفع نغير زمن السبرنت؟ عندنا ستوريز كتير اكتر من سبرنت، هل ينفع بعد كده نغير زمن السبرنت؟ اه طبعا ممكن. ممكن ناخد اراء الفريق، نعرف السبب الاول، ودي نقطه مهمه جدا. طب لو انا عندي يا جماعه في سكرام الناس مش عارفه تكلم بعضها وفي مشكله في التواصل وعدد كبير، ممكن نقسمهم الى مجموعه من الفرق السكرام، ودي بيسموها سكرام اوف سكرامز. عايزين نفرق بقى بين نقطه مهمه، بين الانكريمنتالز او المنتجات، يعني البرودكتس بتطلع بعد اول سبرنت، والبرودكتس بتطلع بعد اول اصدار. لما اجي اقول لك بعد اول سبرنت عمرها ما تكون مينيمم فايبل برودكت، لا، اول سبرنت عباره عن انكريمنتس عاديه جدا، جزء من البرودكت خرج وهيتم تجربته وهيشتغل عليه، لكن المنتج الاولي اللي هو ريليز 1 المينيمم فايبل برودكت اللي احنا بنطلعه علشان ناخد منه فيدباك للاصدارات الاخرى بيحصل بعد اول ريليز، والريليز بيبقى بيتكون من مجموعه سبرنتس، يعني سبرنتات او مجموعه ايتريشنز. طبعا لو زاد الاعمال عن زمن السبرنت الطبيعي، نفس الفكره اللي كنا بنتكلم عليها، لازم نقول يا جماعه نعرف ان في اعمال مش هتتم، فتبدا تقول للبرودكت اونر شيل لي بقى بعض قصص المستخدمين او بعض اليوزر ستوريز، او خلي بالك في اعمال معينه مش هتتم كده كده. انت لازم تعرف البرودكت اونر بالموضوع ده. ليه؟ لان خلاص الاعمال زادت عن زمن السبرنت، فتقول له نقي لي الاقل اهميه اللي احنا ممكن نرحله لفيما بعد. فكره بقى الورق والمستندات القبول ليست من منهجيه الاجايل، يعني اللي هي الكومبرهنسيف دوكيومنتيشن، لا. احنا يا جماعه من الاخر اهم حاجه عندنا البروجرس بتاع السوفت وير، فالمستندات بتكون في اقل صوره ليها، يعني دي مش النقطه المهمه برضو، دي فكره مهمه من افكار الاسئله. طبعا لو حد بعد انتهاء السبرنت اقترح فانكشن جديده او اقترح ستوريز جديده، ما تروحش بقى تحطها في السبرنت الجاي على طول، لا، هي حطها في برودكت باك لوك ويحدد اولوياتها، هل هشتغلها في السبرنت الجاي ولا اللي بعده ولا اللي بعده. هنا طبعا في برضو، طب لو هو بقى اتقال في اجتماع الريتروسبكتيف ان الوظيفه دي في اسرع وقت، هنا ساعتها لازم نحطها فين؟ في سجل الاعمال بتاع او السبرنت باك لوج بتاع السبرنت. في فرق يا جماعه بان احنا نقول ان احنا محتاجين فانكشن جديده او محتاجين وظيفه جديده as soon as possible، يبقى لا دي في السبرنت الجاي، ولا احنا لقينا ان احنا في احتياج مثلا لصور الناس في الويب سايت، هل محتاجينها اول حاجه؟ يبقى لو مش ما نعرفش نبدا نرتبها في البرودكت بتاعنا. طبعا لو في مشكله عائليه ان واحد من فريق العمل بتاعي زوجته او اسرته انتقلت لمكان اخر، وينفع ان احنا نشتغل كوظيفه مثلا زي مبرمج او غيرها من الوظائف اللي ممكن يشتغل اونلاين، طبعا ده حل من الحلول اللي كانت في سؤال من الاسئله. اجتماع الريتروسبكتيف، وما ادراك ما اجتماع الريتروسبكتيف. لو لقيت ان هو بيقول لك فيه، وطبعا مش اجتماع الريتروسبكتيف بس، سواء الريتروسبكتيف او بنتي بلاننج او مثلا ستاند اب ميتنج، اشتكى ان هو نتائجه سيئه او في مشاكل، يا جماعه هيكون نتائجه سيئه لسبب واحد، هو ايه؟ هو ان في مشكله في التناول، وليست مشكله في اقامه الاجتماع نفسه، في طريقه التنفيذ. فبدل من انك تقول هنأجل الاجتماع او نغيره، يبقى من الفكره تقول ايه؟ لا، نبدا نشتغل على كيفيه تفعيل هذا الاجتماع. ونفس الكلام في الستاند اب ميتنج لو ظهرت فيه المشكله. طبعا الاجتماع الريتروسبكتيف لو جالك يعني اكتر من شخص، اكيد البرودكت اونر موجود، السكرام ماستر موجود، ديفلوبمنت تيم موجود، لكن
سبونسر في الغالب مش هيكون موجود معانا. طبعا اذا كان في مشكله في الاداء ظهرت في البيرن داون الشارت بنناقشها في الاجتماع اليوم الاجتماع لان الاجتماع اليومي او الديلي ستاند اب ميتنج هدفه هو ازاله المعوقات. فبنظر اذا كان في مشكله في الاداء ظهرت في البيرن داون شارت واحنا بنتابعه كل يوم، خلاص يا جماعه بكره الصبح هنبدا نشوف ايه سبب المشكله عشان نشتغل عليها. السكرام ماستر له وظائف كتير قوي، يستمع الفريق، يعرف المعوقات، يذللها. دي برضو من وظائف السكرام ماستر اللي هي المهمه جدا، بالاضافه ان هو يمنعهم عن التشتت في العمل. اخر ثلاث افكار نتكلم عن الكامبان. الكامبان بنحدد فيها او بنقلل فيها بنليمت الورك ان بروجريس عشان يناسب عدد الفريق. يعني لو عندي اثنين مبرمجين مش هحط اكتر من كارتين كامبان كارت. لو عندي اثنين نفس الكلام طبعا لو في التستر، لو الموضوع في التستنج بقلل التستنج المجهود على اعتبار ان التستنج او الديفلوبمنت هم الاثنين ورك ان بروجريس. عشان كده كان في سؤال من الاسئله بيحدثنا عن التستنج. لو في مشكله في الفريق ان انا مش عارف اخر وضع الاعمال والناس تايهه، اكيد الكامبان في ميزه ان هو بيعمل فيجواليزيشن للموضوع. الكامبان بيتميز بتحديد ما يتم تنفيذه، بيبقى محددين وعامل ليميتس ليها، بنشوف رؤيه للاعمال ممتازه جدا، وبيكون في دايما تغذيه عكسيه مستمره اللي هي اللوب فيدباك اللي موجوده معايا. الكريستال احد التطبيقات بتميز ما يسمى بالكوميونيكيشن او الاوزموتيك كوميونيكيشن، بيحرصوا دايما في كريستال على عمل منهجيه لفرق العمل المختلفه، لو كانوا سته بيقول لهم منهجيه معينه، لو كانوا اكتر بيقول لهم منهجيه اكتر، لكن بتميزه ان هم بيشتغلوا في الغالب في مكان واحد، وده لما بيكونوا كلهم لوكيتد او كولوكيتد في مكان واحد فده بالنسبه لنا يتميز بالاوزموتيك كوميونيكيشن او التواصل اللي فيه تناضح، يعني انا بسمع فكره بيقولها زميلي الى اخره من الافكار. دي كانت اهم الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها في الاسبوع ده. ان شاء الله القاكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.